جمعية اسمها جمعية حماية وحشة السلام، اللي هي بكل ما هو بيئة وتنمية في المنطقة. ومن إيماننا أن الدفاع على منطقة شط السلام بحكم هي أقرب منطقة للتلوث، ودفاع على جيبس كاملة ودفاع على تونس. دونك بدينا بجملة تحركات تحسيسية ودو بليدويي. في أولا حبينا كاستراتيجية أن نبين الوضع الكارثي اللي فيه جابس نوعه العباد باللي زفيه نيجاتيف على الصحة وعلى الاقتصاد وعلى الوضع العام اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. قبل ما نحكو على صعوبتنا نحكو على حكاية الوعي. الوعي ما كانش عندنا مشكلة كبيرة في إيصال المعلومة، على خاطر خاصة في شط سلام، على خاطر العباد عايشة الوضع، عايشة الكاتاستروف، عايشة المشكلة، فهمتني؟ دونك هو جوست ان رابيل، وهو كيفاش تربط المشكلة بالنتيجة. وهذا لقيناه وتفاهموه الأغلب السكان. لكن هنا فما مشكلة بسيطة في ربط المشكلة بموارد الرزق، اللي هي معضلة تسمى كبيرة، خاطر الجروب شيميك ديزون المنطقة الصناعية تتشغل يعني في مجموعة من المتساكنين. لكن يبقى الديفي هو الوعي، ان كيفاش ننمو الوعي اللي الطاقة التشغيلية متاع المجمع الكيميائي ولا متاع جروب شيميك اون جينيرال ولا زون اندستريال ما تجي حتى شيء، معناها ماهاش حاجة كبيرة بالبوتونسيال متاع جابس ومتاع المنطقة اللي تنجم تكون منطقة رائدة في السياحة في الفلاحة ولا في أي مجال، حتى في الصناعات النظيفة والصناعات الأخرى اللي مش تلوث. دونك هذا يدي الهدف نتاعنا الفترة الجاية، أن نبينوا اللي حتى اقتصاديا الزون اندستريال هذه أثرت برش. المشكلة في تونس اون جنرال هي مشكلة تشغيل المصانع الكيميائية، معروف في العالم اللي هي أكثر مصانع تستهلك رأس مال، في حين أقل مصانع تشغل لكن عندها قيمة مضافة معينة، لكن الطاقة التشغيلية متاعها ضعيفة ياسر. الفلاحة بار اكزومبل ولا السياحة عندها طاقة تشغيلية أكبر برشا، تصل إلى أضعاف الأضعاف تاع الصناعات الكيميائية هذه. بار اكزومبل اليوم نلقوا في جابس اللي معناها التكلفة متاع خلق موطن شغل بارابور للولايات الأخرى بريسك 10 أضعاف أغلى من أي ولاية أخرى في جابس، على خاطر الصناعات الموجودة هذه. الصناعات الموجودة هذه ما تنجمش تكون مع صناعات نظيفة كما الصناعات التحويلية ولا صناعات اللي هي هذه عائق للتنمية في جابس. الصناعات هذه تستعمل في الميناء التجاري في جابس اللي نجم يشغل آلاف من خلال يعني لو تفعلنا أنه ميناء تجاري للصناعة للتجارة النظيفة للتجارة التصدير وتوريد وإلى آخره. الصناعات هذه دمرت الصيد البحري اللي هو ثروة كبيرة في يابس، كانت بيبينير كبيرة، واليوم أغلب البحارة يعانوا من مشاكل اقتصادية في بسبب التلوث. الفلاحة كيف الفلاحة نورمالمون الفلاحة في يابس معروفين، والفلاحة كانت تتوكل في معنا نقوله هنا تتوكل في تونس، معنا المناطق الفلاحية هذه مع الشمال الغربي. تويك الفلاحة عملت تصغر وعملت تلاقي أكثر صعوبات، خاصة من التلوث الهوائي واستنزاف الطبقة المائية. الصناعات هذه يعني قضت على الميادة المائية وقضت على التلوث الهوائي، قضي على النباتات. زاد حتى في الكوتي التكلفة متاع المصانع هذه على الدولة تتكلف ياسر في الصحة. يعني اليوم تونس تنفستي برشا في الصحة، خاصة في الأمراض الجديدة هذه كيما الكونسير، والتكلفة متاعها مع الدولة تكلفة كبيرة، والمصانع هذه هي السبب الرئيسي في نشأة الأمراض هذه وانتشارها في المناطق هذه، المناطق خاصة المحاذي للمنطقة الصناعية.
اليوم هذا البيلون تاع هذا الكل يبين اللي ماهوش خيار ان نحافظ على الصناعات هذه حتى نطاق كبير في تونس. كي نفكروا في تونس كيفاش باش تكون، يلزم اليوم نعملوا صناعات صديقة للبيئة، صناعات مستدامة، صناعات تحافظ على ثلاث ثروات البلاد الأجيال القادمة، صناعات تكفل للمواطن عايش كريم في بيئة سليمة كما ينص عليه الدستور، واللي اليوم مش محترم. هذا اللي يخليك يلزمك يعني تحس بربع جزء من المسؤولية إنك توصل صوت اللي تقدر عليه. يعني هذا اللي يدفعني كشخص، ممكن كمجموعة من الأصدقاء معايا، إن نوصلوا صوت اللي ما ينجمش يوصل صوته. قاعدين نحاولوا بالطرق اللي نقدروا عليها إن نوصلوا صوتنا، باش نضمنوا ولا نضغطوا للضمان الحق في بيئة سليمة.